مرحبا برج الدلي، أهلا فيك في قراءتك لك. القراءة راح تكون من أجل الطالع والشمسي والقمري، طاقة الدفاع، الطاقة اللي طالع منها ثمان السيوف، طاقة المستقبل تسعة السيوف. هني اللي قاعدة أشوفه، أي صعوبات أنت تحس أنك تعاني منها خلال هذا الشهر كلها من نسج عقلك، من نسج تفكيرك كلها. دائما هذين الكرتين ثمانية السيوف وتسعة السيوف تتكلم عن طاقة سلبية ولكنها حقيقة مش موجودة في حياتنا، احنا نقعد نفكر فيها لحد ما تصبح واقع يوم من الايام. الطاقة اللي راح تحتاجها ستة السيوف. لازم تبتعد عن الأفكار السيئة والنتيجة لوضعك العملي. الشيطان ليس بالضرورة مثل ما قلت لكم، دائما كل كرت له جانب إيجابي وجانب سلبي. ممكن هنا يكون أنك تتعامل مع شخص من برج الجدي. لحد الآن تأثيره موجود في حياتك، محيط طاقتك على الأقل، وحتى على حياتك العملية. ولكن في هذا الشهر يا برج الدلو، هو مش شهر قرارات جديدة ولكن شهر الثبات. تثبت على جهد أنت أسسته في الشهور السابقة، أشياء عملت ومشاريع عملت عليها وحاولت أنك تنجزها خلال الفترة. هني أيضا أشوف أنك حطيت لنفسك وقت معين، قلت راح أنجز هذا المشروع خلال هذا الوقت، أو راح خلال سنة أكون جمعت المبلغ الفلاني، خلال سنتين على الكثير راح أكون وصلت إلى المنصب الفلاني، خلال مثلا وقت معين أكون راح خلصت الجامعة. هذا النوع من التفكير هو سبب قلقك، لأنك ماشي على خطة وتريد أن تمشي عليها بحذافيرها. في جانبك العملي عليك أن تتبع طاقة المرونة، المرونة ثم المرونة. هذه ليست فترة جيدة من أجل قرارات جديدة أو حتى تغيير في مسارك. التغيير الوحيد اللي محتاجه خلال شهر يونيو أن تحصل على نوع من الهدوء الداخلي. محتاج جدا إلى الهدوء الداخلي. قلل من تفكيرك، قلل من القلق، قلل من الخوف من المستقبل. أشوف هني برج الدلو عنده خوف من المستقبل. محتاج طاقة مثل ما قلت لك الثبات. رح نوضح الكارتات. سبع الأغصان، تسعة الأكواب. وصلت إلى، مشيت مشوار طويل أطول من أنك تتنازل عنه بسبب عراقل أو صعوبات في طريقك. هني كأنما الشيء الوحيد اللي لازم تفوز عليه أو تربح المعركة ضده هو عقلك الخاص. أشوف أن هاي الأوهام، ثلاث كرتات تقريبا تعكس لي طاقة الأوهام، المخاوف اللي ما لها داعي، كثرة التفكير وأيضا الكثير من التفكير السلبي. أنت حوارك الداخلي مع نفسك، ما راح أنجح، ما حققت اللي أريده خلال هذا الوقت. هذا شهر الابتعاد عن نمط التفكير، لأن هذه مش فقط فكرة تأتيك وتذهب، نمط صاير عندك. النمط هو شيء قاعد يتكرر ويتكرر بكثرة لحد ما يؤسس لنفسه نمط بداخل نفسنا. احذر من هذا الشيء. مشيت مشوار طويل من أجل أن تحقق لنفسك أمنية، في أمنية في قلبك. كل واحد من برج الدلو في أمنية واحدة كبيرة أو باب معين أنت حاطه في بالك. إذا انفتح لك هذا الباب راح تنفتح بعد كل الأبواب اللي ترغب فيها. كل الأبواب من بعد هذا الباب عبارة عن أبواب ثانوية فرعية، مثلا باب المال، باب نجاح مشروعك، باب حصولك على المنصب. هني أشوف أيضا ترفيع، ترقية، كأنما عندك نوع من الخطوات اللي تريد أن تمشي فيها، انتقال. خلنا نشوف ثمانية السيوف. تحس أن أنت ما تستطيع أن تصل للحياة اللي تريدها، هذا إحساسك الخاص. خلنا نشوف النصيحة لك. تحلى بالأمل، تحلى بالأمل والصبر.
هني عندك طاقة الأمل والصبر. برج الدلو، عرفت الحين شنو سبب قلقك؟ أنت تريد أن تقفز، أو خطواتك تكون كبيرة عشان تصل لمرادك، تشوف مرادك أو أمنيتك بعيدة عنك. ولكن لازم تدرك حقيقة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى عندما يكتب للباب اللي يفتح من بعده كل الأبواب أن يفتح أمامك، ينفتح لك، ما راح يكون في تأخير. أنت في مكانك الصحيح في وقتك الصحيح. تحلى بالأمل، لا تقعد تفكر دام أنه مثلا دخلي هالكثر خلال كم راح أجمع المبلغ اللي أحتاجه من أجل مشروع، شلون راح أرتب أموري المادية. الكثير من طاقة التفكير والخوف والقلق. لا تفكر شلون راح تصل إلى مرادك ما بين 9 السيوف وتسعة الأكواب. أمنيتك في الطريق، ولكن لا أنت تدقق بينك وبين نفسك في متى وأين وكيف الطريقة. لا تدقق، خلنا نوضح 9 السيوف. الغصنين، أشوفك هني كأنما عملت على مشروعين أو حط في بالك فكرتين راح تعمل عليهم، ولكن في نفس الوقت عندك شك، مش واثق. المشروع الأول تحس أنه ما راح يوصلك إلى مرادك، وأيضا المشروع الثاني عندك شك بخصوصهم، عندك طاقة عدم ثقة. ولكن مثل ما قلت لك في بداية القراءة، كل هذه الطاقة قاعدة تأتي من عقلك أنت، مش حقيقية. 9 السيوف طاقة غير حقيقية، غير موجودة، احنا ننشئها بنفسنا، احنا اللي قاعدين نخلق هذه الطاقة. لما تنظر إلى هذا الكرت على حقيقته، الغصنين، راح تدرك أن أنت أسست لنفسك أو زرعت غصنين ثابتين في الأرض. طال الزمان أو قصر راح في النهاية يبرعمون ويثمرون. ولكن لا تدخل في التفاصيل، لا تدخل تركز في طاقة اللي أنا أنتظر. مثل ما يقولون في مثل أن الماء لا يغلي ونحن ننظر إليه. هذه هي الرسالة لك باختصار. لا تقعد تنتظر وتحسب الوقت وتحسب الدقائق والساعات، لأن أنت جدا مشتاق للحياة، للإنجاز اللي تريد أن تحققه. أفهم طاقة الاشتياق، طاقة جميلة، ولكن لا تدقق، أوكي؟ محتاج شوية إلى طاقة إلهاء. 6 السيوف، الكوب الأول بالضبط. تعرف، شوف هني أنت عاطي ظهرك لفرصة في يد هني، يد دائما الكوب الأول أو الخماسي الأول عبارة عن فرصة تأتينا من الله سبحانه وتعالى. مثل ما قلت لك، شنو قلت لك؟ قلت لك الأبواب، الباب الأول اللي ترغب، شوف هني عندك الكثير من الأماني. في باب واحد، باب الثراء أو باب العلم أو باب الهجرة اللي أنت حاطه في بالك، هو راح يفتح كل الأمنيات الباقية بعده. أنت هني ما قاعد تشوفه، مركز على الوضع الحالي. ابعد تركيزك عن الوضع الحالي، لأن الماء ما راح يغلي وأنت قاعد تنظر إليه. لما شوي شوي بس على الأقل تسحب اهتمامك، تركيزك تكون مركز في اللحظة أكثر ما مركز متى راح يصير حلمي، متى راح يتحقق حلمي. هني راح يبتدي، ما راح يبتدي حتى، هني راح يتحقق. كأنما راح يكون فجأة، انتقال فجأة من مدينة إلى مدينة، من عمل إلى عمل، من وضع. يوم من الأيام أنت تكون موظف عادي، وبين يوم وليلة تصبح مخترع، تصبح إنسان صاحب منصب، عندك انتقال نوعي. ولكن الانتقال السر فيه راح يأتيك وأنت مش قاعد تنتظره. أنت هني في طاقة الانشغال في مشاريعك الحالية. أوكي؟ نوضح آخر كارت، وهو كارت برج الجدي. ممكن يكون شخص تتعامل معه بالضبط. 6 الأقصان، كارت الانتصار. كارت الانتصار، ننهي القراءة بهاي الكارتين. مثل ما قلت لك هني، اليد الإلهية، يد الله سبحانه وتعالى، عطاء الله سبحانه وتعالى، هو فقط القادر على أن يفتح أمامك في باب أو سد، حتى مش باب، سد كبير أمام برج الدلو. لأن برج الدلو من الأبراج الطموحة، يحط أمام نفسه أهداف عظيمة. هذا الباب ما راح ينفتح
بسبب جهودك الشخصية، لا، ينفتح بسبب كأنما موافقة. الحين أتت الموافقة أو منح برج الدلو الموافقة أن يفتح له هذا الباب اللي راح من بعده تقدر تحقق لنفسك كل ما تشتهي وترغب. ونشوف الوضع الحالي عندك. الوضع الحالي هي طاقة اللي قلت لك، 8 سيوف، 9 السيوف، طاقة الأوهام. أنت قاعد تشوف الواقع وتضيف عليه مخاوفك. الشيطان هني موجود في المنتصف، مقيد معاه شخصين بالأغلال، قاعد تفكر وضعي الحالي، مشاريع اللي ابتديتهم، جهودي، حتى دخلي ليس حتى قريب من المستوى اللي أتوقعه وأطمح إليه. شلون تقولين لي يا علي أني بين يوم وليلة راح أصل إلى مبتغاي؟ هذا الشيء بيد الله سبحانه وتعالى، مش بيدي أنا. أوقات بعض الأبراج يكون انتقالهم خطوة بخطوة، لكن ثق بي، خصوصا برج الدلو، انتقاله ما يكون خطوة بخطوة. انتقال لأن طبيعته هوائية، لأنه هو ملك الأبراج الهوائية، البرج الأساسي، انتقاله أبدا ما يكون هادئ، انتقال نوعي وسريع وبين يوم وليلة. فأنت هني لما تركز على الواقع، تركز شلون راح أقدر أتخلص، شلون راح أقدر أدير شيئين عندي، مثلا زواج وعمل، زواج ودراسة، زواج وأبناء، في الوقت اللي أنا قاعد أحاول فيه أن أحقق نفسي أو أحقق أمنيتي. ترى يقول لك هذا الشيء مو بيدك، لا تعتمد على جهودك الشخصية، لا تعتد بنفسك، لا تعتقد أن أنت هني اللي بيدك الكنترول تقدر تحقق الشيء على حسب جهودك الخاصة، لأن على حسب جهودك الخاصة ما في جهود أنت ممكن تسويها عشان تفتح أمام نفسك هذا الباب. كل اللي أنت تقدر تسويه التفاؤل والاجتهاد. 6 سيوف مقابلها 6 الأغصان، التفاؤل والاجتهاد، والباقي تخليه على الله سبحانه وتعالى. لا تفكر شلون يوم من الأيام راح أقدر، تريد وعندك رغبة، ولكن دائما ترجع لشلون راح أقدر. الانتصار، هذا كرت الانتصار، النصر راح يكون حليفك. هذا يتكلم عن التتويج بين يوم وليلة، يتكلم عن شخص على الحصان وكل الآخرين مقارنة فيه واقفين على الأرض، أقل منا منزلة، أقل منا مستوى. راح تحصل على مكانك الصحيح. إذا تشوف أن الموضوع فيه تأخير، اتأكد، لأن الله سبحانه وتعالى ما راح يسمح لك أن تدخل في وضع شائك، ما راح يرضى لك إلا بالأفضل. تدخل الوضع، تدخل الحياة الجديدة وأنت متوج وأنت مرتاح. من أجل أن يتحقق لك هاي الأسباب، الموضوع راح يأخذ شوية، مثل ما نقول، أشياء تحدث خلف الكواليس أنت ما قاعد تشوفها. مو كل شيء ما نشوفه ما نؤمن فيه، أؤمن أن اللي قادم في طريقك هي مساعدة إلهية. الشخص اللي على الحصان دائما يرمز أيضا إلى الشخص اللي يهرع إلى مساعدة الآخرين، في مساعدة إلهية أنت جدا في أمس الحاجة لها في شهر يونيو راح تهرع إليك وتدخل في حياتك فجأة. ننتقل الآن إلى الجانب العاطفي. عزيزي برج الدلو، القراءة العاطفية، طبعا أنت من الأبراج الذكية اللي ما تحتاج مني الكثير من التوضيح، أنا أثق بطبيعتك الهوائية. القراءة ممكن تكون عكسية، يعني لما أقول الشريك يفعل كذا وكذا، ممكن أنت اللي قاعد تسوي كذا وكذا، أنت اللي تعرف وضعك مع الشريك، اعكسها بما يناسب وضعك. نشوف برج الدلو الحياة العاطفية خلال شهر يونيو. أول كرت Judgment. أوكي، الحكم النهائي. أشوف برج الدلو تعب من الروحة والرجعة، التأرجح بين القرارات، وأيضا في نفس الوقت تتمنى أن يكون في رجوع لشخص، رجوع لفرصة. ملكة النار قاعد هني تفكر لو رجع فيك الوقت راح تتصرف بشكل أفضل، راح تعبر. دائما ملكة النار هي الملكة الواضحة، تقول رغباتها، تصارح الآخرين بدوافعها بدون ما تخاف، تتكلم بدون ما تخاف. ملكة السيوف هي اللي تسحب السيف على الآخرين، هذه الملكة تحصل على ما تريد. كأنما هني تتمنى أن يرجع فيك الوقت
وتصير أمامك فرصة جديدة عشان تكون أوضح مع الشريك. تفكر هني إن وضوحك راح يكون جنبك أو جنبك في الماضي الصراع. قاعد تقول تلوم نفسك، في طاقة لوم النفس، لأنك كنت واضح معاه كان ما حدث الانفصال، كان ما حدث الاختلاف، كان ما حدث الابتعاد. أربعة الأكواب. أوكي. وآخر كرت عشرة الأغصان. رح أوضح الكرتات، ولكن بما أنه آخر كرت عندنا هو عشرة الأغصان برج الدلو، في الحياة العاطفية يقول لك خلال هذا الشهر لا تلوم نفسك، لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها. في أمور حتى لو أنت تتصرف في مواقف، حتى لو أنت تتصرف فيها بشكل مختلف، راح تحدث نفس النتيجة أو نتيجة مقاربة أو نفس النهاية. ليش؟ هنا يتكلم لك عن أربعة الأكواب. لما أنا أو شخص ثاني نكون ما نرغب في البدء بعلاقة جادة، البدء بعلاقة جادة، البدء في الاستثمار مع شخص، البدء في الالتزام، ممكن تكون حتى أنت ما في استعداد مخطط أو مقرر حتى قبل أن يلتقي فيك أنه هو مبتعد عن الحب. أنت هنا كأنه ما يقول لك لا تقعد تعيش في صراع داخلي أن أنا لو تصرفت، لو أنا كنت واضح، لو أنا كان الأمور، لو أنا صبرت. طاقة الماء هي طاقة الصبر. لو أنا ما استعجلت في أن أدخل معاه في نقاش أو خلاف. النصيحة لك لا تلوم نفسك، هذا الشخص أصلا ما كان عنده استعداد. يمكن وجوده هني الجاجمنت أو كرت الحكم معناته أنه كان منغلق هني، أشوفه منغلق عن الحب بشكل عام، مش بسببك أنت، فلا تلوم نفسك. ولكن أشوفه كأنما في الفترة القادمة توه ابتدى يستيقظ. كرت يوم القيامة هي رجوع الأموات إلى الحياة، توه ابتدى يستيقظ على الفرص اللي فاتتها معاه، توه ابتدى يستوعب حتى أنه فقدك. خلي أوضح الكرتات. جاجمنت، ستة الأغصان مرة أخرى. أوكي. أربعة السيوف. خمسة الأغصان، الخماسي الأول. أربعة الأكواب، الكوب الأول. نعم، عندك شخص كان مش مستعد إنه فعليا أو على أرض الواقع فكرة أو طاقة كان موجود معاك، ولكن مش مستعد أن يظهر العلاقة علنا، مش مستعد إنه يدخل معاك في التزام. لما أنت واجهته تحدثت معاه بخصوص الالتزام، بخصوص العلاقة، شفت منه شوية طاقة انسحاب، طاقة ابتعاد. ولكن مثل ما قلت لك، دام ان احنا ابتدينا بكرت الجاجمنت، راح يكون توه بداية استيقاظه خلال هذا الشهر من سبات عميق. هني ايضا هذا كرت السبات. واخر كرت ومستعد انه يأتي في دربك، يعتذر هذا الاعتذار او حتى العرض بشكل غير مباشر. احتمال انك تتعامل مع ابراج ترابية، عذراء، جدي، ثور، والأبراج المائية هني قاعدة أشوفها أيضا. عندنا طاقة كل الأبراج، حوت، عقرب، سرطان. الأبراج النارية هي حمل وأسد وقوس، كلهم موجودين. هذا حق الأشخاص اللي يحبون أني مثلا أذكر الأبراج. دائما أنا أقول طاقة الكروت ما يملكها برج معين، ممكن يكون شخص هوائي يمتلك كل الطاقة النارية خلال شهر يونيو وهو شريكك. نشوف آخر كرت، الغصن الأول. تعرف إحنا لازم نموت، قصة إن إحنا لازم نموت عشان نقدر نعيش من جديد. شفت الزرع أو الأرض المزروعة اللي صار لها فترة، ولكن كأنما لسبب ما يحرقونها، يحرقون الزرع كامل من أجل
أن يعيدون بناء شيء عليه أو يعيدون يزرعون الأرض نفسها تصير أكثر خصوبة. هذه هي قصتك باختصار مع الشريك. لما أنت كنت مستعد هو كان غير مستعد، ما عنده تقبل، ما عنده انفتاح، يرغب أن يكون معك، في عنده طاقة النار، انجذاب لك، حتى هو مش مدرك ليش ينجذب لك، لأنك برج الدلو، شيء طبيعي. ولكن لما على أرض الواقع، قلت لك طاقة النار أن نأخذ العلاقة على أرض الواقع، يكون في شيء ملموس أمام الناس يشوفونه. شفت النار شلون الناس يشوفونها، يحسون بدفئها. على أرض الواقع كانت كأنما عندك أنت مطالبات أن ثبت العلاقة يا شريكي يا حبيبي، ثبت العلاقة، أريد أن أعرف وين راح نروح، شنو اسم علاقتنا، وين إحنا متجهين. هني ابتدت الشريك عنده مثل ما قلت لك طاقة الانسحاب، ولكن استيقاظ الفعلي خلال الأشهر اللي طافت، ترى شريكك مر بمراحل كثيرة، خصوصا إذا كنتوا منفصلين، كان يمر بمرحلة كأنما هو نايم نايم، مش مدرك أنه خسرك. ابتدأ أو سيبتدي استيقاظه خلال شهر يونيو، مش معناته أنه سيرجع خلال شهر يونيو، ممكن يبتدي أن يدرك أنه خسرك. انزين، ما بين هو هني مش مستعد إلى طاقة اللي أنا من نفسي راح أبحث عن برج الدلو وأعتذر منه وأحاول أن أرجع، أشوف هني طاقة، أشوف أصلا إذا راح يعطيني فرصة. فقد الأمل أن أنت حتى تعطيه فرصة، يحس أنه غلط في حقك وحكمه كان خطأ على الموضوع في السابق، يعني أخطأ عندما تصرف معك بالطريقة القديمة. أنت اللي تقدر تحدد هل هو تأخر في عرضه، هل تأخر في استيقاظه، هل راح تقبله عندما يرجع أو ما تقبل، هذا هو قرارك الخاص. ولكن وجود الكثير من طاقة النار هني، ننتهي بالغصن الأول، البداية الجديدة، كأنما هني طاقة شوي مواجهة، أريد أن أثبت لك أن هاي المرة غير عن المرات السابقة الأربعة، ممكن يكون كذا مرة أنتم انفصلتوا، هني يريد أن يثبت لك أن هاي المرة راح تكون غير عن سابقاتها، أن فعلا هو يريد أن يبقى، يريد أن يبني، يريد أن يقدم لك شيء يثبت به حسن نيته. وننتقل إلى الأخبار القادمة في طريقك خلال شهر يونيو. إذا أنت بانتظار أخبار، مثلا فحوصات معينة، تأشيرة سفر، هجرة، أي نوع من الطلبات أو الموافقات رح ننظر إليها إن شاء الله. أول كرت برج الحوت، العالمة، ثلاث الخماسيات، طاقة الالتفاف حول الهدف. يعني عندك هدف صح؟ ما تروح له بشكل مباشر، تلتف حوله، في سبب لالتفافك، ممكن لأن الطريق الرئيسي اللي يؤدي إلى مطلبك مغلق. فارس النار، الفارس اللي مستعد أن يتبع أي طريق، ما عندك تعلق بطريقة معينة، كأنما المطلوب منك إن شوي حتى ما بقول لك مبادئك، الإنسان ما يقدر أو صعب أن يتخلى عن مبادئه، تخلص من الأسلوب اللي تتبعه، طريقة تفكير معينة من أجل أن تحصل على مرادك. ثمانية السيوف، لازم تفعل، تبتدي خلال شهر يونيو تحقق لنفسك ماذا تحلم فيها. خلال شهر يونيو هو فقط بداية حتى ما بقول لك أساس، هني أشوفك قاعد تحاول أن تنظر إلى طرق أخرى للحصول على مرادك. إذا كنت مثلا تقدم على تأشيرة هجرة أو
عمل في دولة ثانية في اشتراطات، الاشتراطات ما راح تقدر تستوفيها بشكل مباشر، ولكن في طريقة ثانية، في طريقة ثانية. انت هني اشوفك هي كأنما شوي ضد مبادئك، او راح تبعدك عن اشخاص انت تحبهم. في شيء، في ثمن راح يندفع من اجل ان تحصل على مرادك. انت هني بين نارين، بين مبادئك، او حتى مش فقط مبادئك، ممكن انك مثلا وصلت الى منصب معين، مستوى معين، انزين، ومن اجل ان تحصل على التأشيرة او ان تنتقل الى بلد معين في بالك، لازم مثلا تنزل الى وظيفة اقل بكثير من مستواك الحالي. ممكن هذه الطاقة ايضا، ولكن محتاج جدا طاقة المرونة وطاقة الالتفاف، طاقة الذكاء. برج الحوت. راح ننظر اخر شيء الى الرسالة التحذيرية لك اللي لازم تنتبه لها خلال هذا الشهر. الكرت انقلب. The Phoenix. طبعا طائر العنقاء اللي لطالما تكلمت عنه في قراءاتي، طائر أسطوري يتكلم عن طبعا قصة طائر العنقاء. بعد رحلة طويلة متعبة يقوم فيها، يرجع إلى المكان اللي ولد فيه، يحترق من الداخل إلى الخارج، لكي بعد فترة من الرماد يرجع جديد، من الرماد، رماد الماضي يرجع جديد. أشوفك هنا كأنما تنتظر رجوع فرصة، في فرص كانت متوفرة أمامك قبل كم سنة أكثر من الحين، تريد أن ترجع هذه الفرص، ولكن الوقت تغير، فلازم عشان تحصل على مرادك تتبع انت نفسك، نفسك حافظ على نفسك، حافظ على مبادئك، ولكن محتاج fresh perspective، وجهة نظر جديدة في الموضوع. لا تعتمد على الأساليب القديمة خلال هذا الشهر، لا تعتمد على طريقة التفكير القديمة. هذا الشيء اللي انت قاعد تقدم عليه، حتى وإن كانت إجراءات رسمية، القوانين فيها سريعة التغيير، سريعة التغيير. فانت أيضا لا تثبت، هذا الفارس ما يثبت، خليك دائما التأقلم، سريع الحركة ومرن. اللي في الماضي خلاص في الماضي، فرصة وانت ما اخذتها قبل. من اجل الفرصة القادمة امامك لازم تتخلص من الماضي، تنتهي شوي من الماضي. اوكي، اذا مثلا انت في بالك راح اسافر او اريد ان احمل، ولازم احمل بالطريقة الفلانية، لازم شوي يكون عقلك منفتح، لانك انما حملك راح يكون متوقف على اتباع اساليب بديلة، اساليب بديلة انت اشوفك مش منفتح من اجلها. اذا كان مثلا تأشيرة عمل، فهني قوانين واشتراطات التأشيرة ما راح تعجبك، او راح تكون دائمة التغيير، فخلك انت مرن من اجل ان تستطيع ان تواكب التغييرات. زين، ونشوف لك الطاقة الحيوانية اللي تحتاجها خلال هذا الشهر. طاقة الحمار الوحشي وعنصر ناري تقريبا. شوف 2+9=11، 11 يتكلم عن طاقة المرايا، طاقة لما أنت تنظر إلى نفسك في المرايا، ما الذي تريد أن تراه؟ من هو الشخص اللي تريد أن تستيقظ لتكونه كل يوم؟ مش فقط تتمناه، فعلا ركز، ماذا تريد أن تكون في حياتك؟ راح أقول لك ماذا أيضا تعني طاقة المرايا. طاقة المرايا هي طاقة التلون. إحنا دائما قبل أن ننظر أو أثناء ما ننظر إلى المرايا، هذا الرقم 11، نكون مستعدين لأن نتغير. طاقة الفارس التغيير، نغير، نتلون،
أوقات ممكن يقول لك فلان يتلون معناته أنه منافق. يعني أشوفك أنت تخاف أن يشككون الآخرين في مبادئك أو حتى في مسيرتك. هني محتاج طاقة التلون. لما ننظر إلى المرايا نكون مستعدين أن نغير في شكلنا، نعيد تشكيل تسريحة الشعر، المكياج، طريقة اللبس. أنت محتاج هذا النوع من الطاقة. مش عيب أبدا يا برج الدلو أن تعيد تغيير مسارك. الهدف واحد، ولكن يجب أن تدرك أن من أجل تصل إلى هدفك راح شوي يكون في لفة، تلف على الموضوع. أوكي. الزيبرا الحيوان، طبعا الحمار الوحشي، وهو حيوان يتميز بالإبداع. خليك مبدع. كل شرط يضعونه أمامك أو كل عقبة تواجهها دائما فكر أنها مؤقتة. هذا هو الفارس المؤقت، لأن وقت اللي أنت فعلا تريد أن تسافر أو تريد أن تحصل على مرادك راح تكون القوانين تغيرت، القوانين تشكلت، وأنت أيضا المفروض عليك تتشكل، تكون مرن معها. هذا هو الحيوان اللي سهل بالنسبة له أن يتشكل بسبب الخطوط البيضاء والسوداء اللي على جسمه. محتاج، وهذا أيضا طاقة التشكيل، طاقة النحت.